من عائلة شو تصنف مريم؟ عائلة محافظة، عائلة مودرن، عائلة نعم ارستقراطية، يعني نحن ارستقراطيين. وي ارستقراطيين، لزغيست ارستقراط. اوكي سوري، انا مش عم بحكي عن هيدا الموضوع، انا عم بحكي هاي ما بكمل لك. عائلة في تناقض بين فكرين، مش ليك اوقات بتلاحظ بشخصيتي هيدا فكر التناقض. غربي وفكر شرقي. يعني انا ذاتي بين فكر امك محافظ. اللي هي صربيه مخص. فكر بيك اللي هو لبناني من ضيعه محافظه. صح كثير وممنوع كان البس تخيل. انا وداد، انا داد موت فيه، يعني انا بي بشوف فيه الرجل، يعني هو جده وبي انا كثير مأسرة بالرجل. نعم. يعني كثير بحب الرجل، ما بتقن نسوان اصلا. بيي كان كثير محافظ. هي بدها شرح. يقول لي خطره. لا بدنا نفوت معي في نوع كثير قصص. في قصص كثير هلا هل رح يطلع لك شغله هلا لحالها. لا لا بالضروري. في قصص صارت انا بطفولتي، يعني انا شخص متمرد. هي بدها شرح. لانه بمحل ما انا ضعت، مين بدي اكون؟ اي مرأة بدي اكون؟ بين المرأة اللي انا كنت اكلها من هون عايطة انه روحي البسي شي، شو بتعملي لي مثل بيك؟ معقدة، روح بوستي نو بابا باختي زابيل. مش لأنه أنا ما بدي، لأنه المجتمع حيهاجمك. واليوم عم هيدا بسمع بيك، عم بسمع كلام بيي. يعني هيدا بيك، بيي توفى من 10 سنين. الله يرحمه. اليوم عم بشوف شو كان عم بيصير، أنه ظلت أنه شو فيها، أنه شو معقدين كلهم. كان في هيدا التناقض بالبيت، وأنا وين ما كانوا بي، يعني وين أنا وشو؟ عرفت يعني بالأجنبي يصرخ من هون، بالعربي أنه يعلقوا ببعضهم، لانه مين انا بدي اكون؟ اي مرأة ضعت، يعني فتره كثير اتضلت ارجع روح. ما بدي احكي عن الموضوع. لا لا، امك بتلبس مثل ما انت بتلبسي؟ يعني جاي لا لا لا، جاي من ثقافه، من ثقافه انه امك بصباها كانت بتشبهك بطريقه حياتها. احكينا عن بيي. لا بنحكي عن امك، لانه يعني بيك بيشبهنا. لا ما بيشبه. لا يعني انا نو ممكن نو بي عارف المجتمع شو بيفكر. قال لي تظلت يعني بالبيت قد ما بدي، يعني بيشبهنا، يعني نو نو يعني عايشين بنفس العقد. شو بدهم يحكوا الناس عنا؟ ولما نعمل شغله مغيره عن المجتمع اللي حوالينا انه يا لطيف. بدي خبرك شغله. مره داد انه نزلت بكفر مجله من زمان انه لبس سليب، مش لبس سوتيان في الشبكه او نادين شيك شي هيك. وداد راح اشترى بكل الضيعه كل المجلات. ما حدا يقرا. قال لي بلش عيط، بعيط علي، عيط عمرته، يعني انه بليز انه شو عم تعملي وما بعرف شو. فانا قلت داد ليه؟ ما انا بتعرف انا قلت داد بابي انا بعرف انت شو، بس المجتمع ما راح يرحمك، بليز اسمعيني. جاوبيني على سؤالي، برجع على سؤالي مريم. الوالده او امك او مام بلغتي كانت تلبس تتصرف مثل ما انت بتتصرفي؟ التزمت بقرار الوالد، يمكن تأيدت بتوجيهات. عم بسألها. لا لا دكتور، انا بعتقد هيك. ليك هذا بدنا صرنا بالبسيكولوجي. لا لا لا، عم بسألك. عم بسألك. جاوب مزبوط. عم بسألك، امك لما 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 وعيتي عليها تلبس مثل مريم، ليه تأثرتي؟ انا ما اسمع بداد، بس بذات الوقت بدي فجيلها داد انه انا ضليت انا مثل ما هو بحبنا نضيف المره الهيك. بس انا لحظه بدي اكون، ما بحب احكي عن المواضيع. هون في بسيكولوج. ايه هون بدها بسيكولوج. لما سالتها السؤال دمعت وراح تبكي. طبعا لا لا بلا مش لا، لانه دور الوالد اساسي بحياتك وعاطفي. ايه لا 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 سوري 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 جربت زمطها عن جد. سوري سوري حياتك. لك هيك كيف يمكن انت بتعرف انه زعلاني ليك. خلص 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 ليك شعر انه زعلاني. يمكن انت بتعرف شيء انا ما كنت اعرفه. سوري. لا لا، بس انه بعرف انه في التزام تبع دور الاب والبي اساسي بالحياه. سالت السؤال هيك بحب ضل قوي، ما تفوت لي بقصص. ما خلص 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 كمل زعيمه. بس بس اما ست الستات. سوري عن جد سوري. مرتاح مع فاصل؟ خلينا نروح لبريك، بعد البريك نرجع بنتابع. أنا ما كنت متخيل يوم من الأيام إني أشوف مريم مش مريم. في أمور إيه مثل هيك مثل السهم تفوت هيك شلخ توجع أوقات. رح نشوف فيديو بس. هيدا الزبال ما بيطلع. ما بينحط بحلقتي أنا. أنا ما بقى بدي أكمل حلقة. لا لا ما بدي، أنا ما بكمل هيك حلقة. خلص. أنا فينك هيدا. خلاص يا مريم.
ما بعرف شو بوب مطلمس مخه. انا بحب السيد حسن نصر الله نائب ولي جملار. سعد حسن. الحريري إيه هلا سيد حب ما كنت حب شو. دكتور سمير جعجع الشيخ سامي الجميلي جيران ضربته لشيخ فيار وزير سليمان فرنجية ما بعرف اذا في ارجع احكي عن الموضوع وزير جبران باسيل باسيل ما بعرف ما حب ميشيل فلتا الجمهورية تقوموتو عم فكر بين ما البس مايو واجي لو عارفين بتلبسي هيك كنا قلنا لك مايو بنحييكم من جديد بنرجع نطلق الهاشتاج اللي هو او بنكمله بقول لميريام كلينك انا في اقول لميريام كلينك انه بداخل كل شخص في انسان اكيد في انسان وانسان انسان طيب جدا بس في كود هلا الكود نحن اليوم طلع معنا بالصدفه يعني عم نخربط هيك طلع معنا كود بالصدفه وانا برجع بعتذر مره جديده على الهواء بس مريم اي متى بتضعفي؟ يعني انا ما كنت متخيل يوم من الايام اني اشوف مريم مش مريم يعني اللي هي ليه انه اذا الواحد انه في شيء اذا بكي مش يعني مش هو انه بضله قوي لا يعني ما خلص بس انه في امور ايه مثل هيك مثل السهم بتفوت هيك شلخ توجع اوقات ما بحب احكي عنه بدنا نرجع هلا سبوا قد ما بدكم بنبسط يلا احكوا قصص مجتمع وناس وتظليل بنبسط اكثر اوكي بحس بباور يلا مازال هيك رح افرجيكي هلا عمول قدك ما بخاف رح افرجيكي هلا لشخص سجلنا معه لانه يمكن انت ما بتحبي انه يكون كان موجود معنا مين هيدا؟ بالحلقه رح اقول لك رح نشوف فيديو بس طيب. خلينا نشوف خلينا هيدا الخرا ما بيطلع الحلقه معي ما بيطلع معي بليز شو في بليز توني هيدا ما بيطلع هيدا الزبال ما بيطلع بوان باخ ما بيطلع ما بينحط بحلقتي انا بليز رح اطلع على الحلقه بليز تحكي ترد سمعت شو عم ليه بدي انشر على ظهري انا ما بقى بدي اكمل لا لا ما بدي انا ما بكمل هيك حلقه خلص مريم. انا ام ليفينج هيدا الزبال ما بيطلع طب عادي عادي انا فينك هيدا ما بيطلع خلص اوكي ما بدي مش طالع الحلقه لك عادي ما بدي مش خلص كمل الحلقه بعد ناقص يصير على ظهري يا مريم